السيدة النائبة المحترمة تلاميذ الاغتصاب ينبغي معالجته ضمن مجموعة من الوسائل والمخططات، فينبغي أولاً اعتماد المنهج التربوي الذي يذهب بعيداً في تهذيب سلوك الإنسان، لكن ذلك لا يمكن أن يكون صالحاً بالنسبة للجميع. ينبغي أيضاً اعتماد مجموعة من التدابير ومن جملتها الزجر، والزجر هناك القانون الجنائي الذي يعاقب في مقتضيات المواد 486 487 488 بعقوبات جنائية تتراوح بين 10 سنوات و 30 سنة. طبعاً الذي يحصل هو أنه أحياناً القضاء يعمل ظروف التخفيف فيخفف من العقوبة إلى حدود قد لا نتفق معها وقد لا تتفقون معها، ولكن استقلال القضاء يفرض علينا أن لا نعلق أكثر من هذا. وبالطبع أمامنا فرصة، وهي فرصة تقديم مشروع قانون الجنائي، والذي سوف يتيح لنا الفرصة ولكم أيضا لمراجعة هذه العقوبات نحو تشديدها لتكون زاجرة إلى الحد الكافي الذي يقنع من تسول له نفسه الاعتداء على شرف المواطنات والمواطنين بالاغتصاب إلى عدم إتيان ذلك، وإذا ما اقسم فالعقوبة تكون هي الجزاء الأوفر. شكرا. السيدة النائبة، تأكدي أنه في جميع محاكم المملكة هناك مراكز استقبال لكافة الضحايا خاصة إذا كانوا نساء أو أطفالا، ويتم التكفل بهؤلاء النساء من جوانب عدة، من جملة ذلك هناك تنسيق مع وزارة الصحة لكي تحظى المعنية بالأمر بفحص مجاني، ويتم تتبع قضيتها مع كافة الجهات سواء كانت أمنية أو قضائية حتى يستوفى العقاب من الجنات. أؤكد لك أن هذه مساطر جارية العمل، وإذا كانت هناك من نقائص فلا بد أن